تسمعش حصتك يا اما راس مجعت ليها في حجرك. اثبت يا انت مين واقف ايه؟ اثبت يا عمارة. بقول لك ايه، لو صوتك عالي تاني حفله اقولك نصين بالعرض قدامك. اسمعني كويس، هتصحى شبه الشطار بكره الصبح، تروح على النيابه تتنازل عن المحضر اللي معمول لعثمان، فاهمني؟ خلاص يا اما وشرف الطاهره دي اقسم بالله هخليها تبكي عليك طول عمرها، يا اما هخليها تبكي على عيل من قالك. فاهمني هتحشي ولا لا؟ لا لا خلاص خلاص، هو هيعمل كل اللي انتوا عاوزينه بس سيبه، احنا ملناش غيره والله العظيم، هيعمل كل اللي انتوا عاوزينه بس سيبه. اسمع كلام الست دي مدرسه. ازيك يا ايوب؟ استاذ باهر انت عارفني؟ باهر رشيد رئيس قسم الائتمان في البنك سابقا.